صباح الخير عليكم مشاهدي الصحة والمكان في كل مشاهدي الصحة والجمال في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. موضوع حلقتنا النهاردة عن حق المرأة في الميراث، أو بمعنى أصح ظلم المرأة في الميراث، وإن إحنا بنيجي على حقها الشرعي فيه وبنحرمها منه بحجة إن زوجها هياخد منها الميراث أو راجل غريب زي ما بنسمع، وده طبعا مخالفة لشرع الله وحدوده وتتبع لأهالي الجاهلية اللي كانوا بيحرموا البنت من ميراثها. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء وبالتحديد في الآية 7: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل فيها أو كثر نصيبا مفروضا. أحب أرحب بضيوفي النهاردة، أهلا بك يا آية. أهلا وسهلا. أهلا بك يا مرة. أهلا وسهلا. طبعا كلنا عارفين إن للذكر مثل حظ الأنثى، مفروض، بس بنشوف في مجتمعنا ان في ناس دلوقتي بتحرم البنت من ميراثها بحجة ان انا خايف عليها، لا جوزها ياخد منها الفلوس او لا تصرفها في المكان الغلط او تضيعها او 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 او, أو الى اخره. ايه رايكم في الكلام ده؟ وانا بالنسبه لي شايفه ان العلاقه بين الاخ واخواته كالعلاقه بين العين واليد، اذا بكت العين مسحت اليد دمعها، واذا تألمت اليد بكت العين لاجلها. فالمفروض اللي بيحصل ده كله ده غلط، يعني ده عكس المفروض الطبيعه اللي المفروض تحصل اصلا. فان بيحصل ان مثلا بتحصل مشاكل في الميراث، اول حاجه بيكون بسبب الطمع، بسبب ده. انا اولا بالنسبه لي ان هما المفروض ان كلهم نفس التربيه واحده، فالمفروض ان ما تحصلش كل المشاكل ديت لان هي تربيه واحده. فالمشكله الاساسيه في الميراث الطمع، الانسان اللي بيبقى مستبد، الانسان الظالم، الانسان المتحكم، والانسان اللي بيكون ما عندوش ضمير. يعني نقدر نقول ان الفلوس دي هي بتطمعه ان هو يجي على حق اخواته بالظبط، لان الفلوس في الوقت دوت بتبين معدنه فعلا. تمام، ده كعموم. بالظبط، كعموما. طب قولي لي يا مروه، دلوقتي لو في بنت اتحرمت من ميراثها، ايا كان بقى مين اللي حرمها منها، تنصحيها تتصرف ازاي وتلجا لمين؟ أنصحها طبعا تطالب بحقها، لازم تطالب بحقها وتلجأ للقانون. يعني تلجأ للقانون عشان تاخد حقها، أيا كان بقى حقها ده من أخوها من أي أو حد، من عم أو من خال، طالما ليها حق لازم تدور عليه، ما ينفعش تسيبه. بالظبط كده. آية، تفتكري هل أي حد ليه حق إنه يمنع بنت من الميراث؟ لا طبعا، أنا شايفة إن ده أكبر غلط. ان المفروض ان زي ما بيقولوا ان الميراث دوت احن من لبن الام، فان ازاي اصلا يحصل حاجه زي كده؟ طب لو من البدايه ايا كان اللي سايب الميراث، ايا كان اب عم جد، كتب لكل حد حقه او اداله حقه وهو عايش، كنا هنشوف مشاكل في الميراث؟ لا، انا شايفه ان ده الحل اصلا الطبيعي اللي المفروض يحصل عشان نحد من المشكله والظاهره اللي احنا بقينا فيها، لان دلوقتي كل واحد بيمسك الميراث بيسيطر عليه بحجه ان هو الوصي. بالظبط، والوصي تراما مش كبير، الكبير مش دايما كبير سن، ممكن يكون كبير عقل. بالظبط، لو هو ما عندوش العقل الكافي وان هو يكون كبير، انا بالنسبه لي ان هو دوت انسان هيضيع كل حاجه، هيقطع العلاقات حتى ما بينه وما بين اخواته، هيقطع العلاقات ما بين حتى الاجيال الجايه الجديده، يعني بيقطع علاقات ارحام لعلاقات لاجيال متعدده. فانا شايفه ان دي اكبر مشكله ممكن تكون بتحصل بسبب ان في واحد بيكون ظالم، واحد بيكون متستر، واحد بيشهد احيانا شهادات زور بسبب الفلوس، وييجوا على شخص معين. على فكره المظلوم دوت هو مش انسان ضعيف، لا بالعكس، هو بالعكس جدا، ده اقوى منهم، لانه هو لحد اخر لحظه بيحاول ان هو يسيطر على نفسه، يسيطر على غضبه. بالظبط، يسيطر على عشان صله الرحم اكيد. لان صله، يعني هو بالنسبه له ان لما يقطع صله رحم، انتوا كفايه اللي انتوا عملتوه، انا مش هبقى انا وانتوا على الام والاب اللي المفروض ان احنا تربينا مع بعض، المفروض ان احنا اكلنا في طبق واحد والمفروض ان احنا تربينا مع بعض، ازاي يحصل كل ده؟ عايز اقول حاجه برضو بمناسبه الميراث، شفنا في رمضان مسلسل بتاع الفنان محمد رمضان، ومشكله الميراث بينه وبين اخواته، وايه اللي حصل، قتلوا مراته، قتلوا ابنه، حبسوه. مسلسلات كتير اتعملت عن الحكايه دي وافلام، يعني
وصلوه لايه في الاخر؟ وصلوا ان هو بقى مجرم، بس هو الانسان عموما ما ياخدش حقه، يسيب لما ربنا هو هيجيب له حقه. لان انا هقول لك على حاجه، يوم ما بيقع الظالم بيقوم المظلوم. بس يعني انا الانسان لازم برضو يسعى انه ياخد حقه، يعني أكيد. ما ينفعش يسيب حقه هو يعني الظالم بقى اللي مش عايز يديله حقه خلاص. ده لو كان مثلا اخوه هو مش عايز يوصل مع اخوه للمرحله ان هو خلاص يعني قطع صله الارحام، خلاص ده يسيبه بقى للاخره يعني. أكيد. بس ما نلجاش للعنف، عشان في ناس كتير بتلجا للعنف، في قانون، في قضاء، في ناس كبيره ممكن تحل. تمام. انا بالنسبه لي مفيش اي مشكله، بس لو اصلا ما لقوش كبير يعني قانون. هو لو ما فيش، لا ما هو اصل احنا مش هنوقف في الاخر واحنا دم واحد يعني، ده نفس الام ونفس الاب. ازاي بعد ما كبروا وبعد ما ربوا وبعد ما بقى عندهم كل واحد اسره لوحده يعملوا كده في بعض؟ عشان ايه؟ عشان ايه هما في الاخر بيرجع في الاخر بعد ما بيقطعوا الدنيا دي كلها بيرجع الظالم ما بيحسش حتى بغلطه. لا يعني الظالم هو احيانا ده ممكن يكون شخص كويس جدا، ممكن يكون شخص متدين، الظالم لا 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 مستحيل يكون شخص كويس. لا 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 استحاله يكون انسان ظالم، حتى لو بيصلي وبيصوم وبيقرا قران هو ظالم، بيتعدى على حدود ربنا في توزيع الميراث. بالظبط. يبقى دوت مش انسان متدين اكيد. انا قصدي ان هو ممكن يكون الفلوس غرته زي ما طيب هو دي كده يعني. ضعيف الايمان كده. ده لو هو عنده دين فعلا قوي عمر ما الفلوس هتغره، عمر ما الدنيا كلها لو كان كنوز الدنيا قدامه ما بالنسبه له هتاثر معاه اصلا. هينفذ شرع الله في الاخر، مش هيظلم اكيد. لا اصل هو مش واخد باله من حاجه معينه، ان الظالم ممكن بياخد وربنا بيديله اللي هو عايزه، بس بيجي عليه يوم بيتاخد منه في صحته وبيتاخد منه في اولاده وبيلاقي نفسه وحيد. كل الاموال اللي هو جمعها دي بالظلم بتضيع منه، بالظبط، لان هي اموال مغتصبه اصلا. ما اكيد. وليه عقاب في الدنيا وليه عقاب في الاخره. بالظبط. طيب لو بنت مثلا ليها ميراث، انا من وجهه نظري ان حقها ان هي تاخده. اكيد. خدته بقى، صرفته، اتبرعت بيه، عملت مشروع، متجوزه، اديته لجوزها، ده حقها. اكيد ليها الحق فيه. انتوا معايا في الكلام ده؟ اه طبعا اكيد. بس في يعني بعض القرى وبعض الناس لسه واخده بفكر ان الست تتحرم من الميراث عشان خاطر هيروح لجوزها في الاخر، ده مش من حقه اصلا، فهو كده كده رايح لحد غريب. ف يعني دي فكره فينسبوا الميراث، فكره فاسده في الاخر مثلا. انا عايزه اقول لك بقى ان في مشكله كمان من ضمن الميراث او الورثه او كده، ممكن تكون الام موجوده ومن حبها في ابنها الكبير جدا 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 تاكل ولاده ليه. ده بيحصل على فكره، وده موجود. موجود، وبالذات بقى ان ممكن الاخ الكبير ده مستبد وشايف ان الاخوات والبنات دول ما لهمش اي حق. بس ده العيب ساعتها يبقى على الام كمان. العيب ساعتها هيكون على الام، لان هي المفروض بين ولادها ظلم، ومفروض تحكم شرع ربنا في توزيع الميراث. ما ينفعش مهما كان حبها بزياده مثلا لابنها الكبير، هي بتوصله يعني، هي وهي عايشه بتوصله ان هو اصلا يظلم. لما هي تكون مش موجوده في الدنيا هو هيعمل فيهم ايه؟ لما وهي عايشه هو بيحصل يعني، هو بيعمل كده. لا هو كده خلاص، هي كده بتقول له إيه؟ هو تمادى، هو تمادى كده. انا سلمتك رقبته. بالظبط بالظبط، هو ده فعلا اللي بيحصل. يعني هو دلوقتي لما بيكون الاب توفى والام توفت خلاص، هو دلوقتي لا اما هيبقى فيه كبير فعلا وهيوزع الميراث بالطريقه الصح، لا اما مش هيبقى فيه كبير. بالظبط. ولما ما بيبقاش فيه كبير بيبقى فيه ظلم وبيبقى فيه مظلوم. المظلوم هنا لا اما بياخد حقه وبيعمل مشاكل كتير، لا اما بينسحب بكل هدوء عشان عارف ان ربنا هيعوضه، عشان عارف ان هو مش هيتعدى على 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 حرمه ميتين. طيب ممكن يكون الاب توفى وساب ام وساب ايتام. تمام. وفي عم، العم بيروح يعمل قضيه في المحكمه ان هو عايز ياخد ولاد اخوه ينسبهم ليه، يضمهم ليه، يكون هو واصي عليه. تمام. العم هيكون امين اكتر على فلوس الاولاد، الاولاد كلهم كسر صغيرين، ولا الام؟ اعتقد الام. هو انا بالنسبه لي هو لما بيعمل حاجه زي كده هو عايز يحرم الام من ميراثها. بالظبط كده. فهو لما هيعمل حاجه زي كده هو مش انسان كويس،
لان هو لو انسان كويس هيسيبهم يتصرفوا. ما كانش خد الخطوه دي اصلا. بالظبط هيسيبهم يتصرفوا. ما كانش خد الخطوه دي اكيد. هو بيعمل كده عشان مش هيحاول يضم الاولاد ليه. بالظبط انت اصلا بتضمهم ليك ليه يعني؟ لحضانته. لحضانتك موجوده. ما بالظبط. لا ده في ممكن اللي هو ماما وحشه. ماما هتتجوز، ماما هتجيب لك راجل مكان بابا. ده بيحصل. بس ده بيحصل فعلا. ده بيحصل. عشان ياخد ده حقه ويبقى اسمه بيصرف عليهم معيشهم عيشه. ده تحايل على 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 شرع ربنا برضه. ده هو اسمه اكل مال اليتيم. اكل مال اليتيم صح. واكل مال اليتيم ده ربنا حذر منه في القران. اكيد طبعا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. بالظبط. فما ينفعش. وربنا شبه اكل اليتيم كاكل النار. اكل. طب قولي لي ايه؟ الاخ اللي الاخ او العم او الخال او ايا يكن اللي بيحرم بنته او البنت من ميراثها وحقها الشرعي في الفلوس دي او ان كان عقارات ايا يكن ميراث، تقولي له ايه؟ اول حاجه اتقي ربنا. يعني هو اول حاجه هو مش شرط ان تكون البنت هي المظلومه، هو مش دايما البنت هي المظلومه، احيانا بيظلم اخوه. يعني عادي. هي الفكره كلها ان هو شايف هو على قد ما يقدر عايز يبعد 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 يعني يبعد الضعيف بمعنى اصح، او اللي هو عامل حساب لربنا وعامل حساب لمامته وعامل حساب لباباه، يبعد على قد ما يقدر ويخلي اللي بيبقى شبهه اللي هو بيبقى معاه اللي هو بيشهد شهادات مش صح على مامته وعلى باباه وهم متوفيين، اللي بيتستر. لان انا اقول لك على حاجه، اللي بياخد المال هو اللي بيكون اقرب حد كان موجود مع المتوفي، اللي بيبقى عارف التلفون. اسراره. الو. صباح النور ام يوسف. ازي حضرتك استاذ محمد؟ بخير. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. والله انا بشكر حضراتكم على المواضيع اللي يعني اللي شغله كل البيوت. ربنا يخليك يا فندم. النهارده والموضوع برضه بتاع الزوجه الغيوره جدا حضرتك، والاستاذه اللي بتتكلم برضه دلوقتي الاستاذه ايه اكنها بتتكلم عني على فكره بالظبط. عايزه اتكلم عن الاخ اللي ما يعرفش ربنا. الاخ اللي بياخد حق اخواته كل حاجه، مش في فلوس بس على فكره. ان هو عايز خلاص خليهم ما يعيشوش في اي حاجه. ما لهمش حياه الا بيه هو. هو استغفر الله العظيم كل حاجه في الدنيا. ده فرعون كده بقى، انا ربكم الاعلى. ده اقوى كمان حضرتك. انا عن نفسي انا واجهت مشكله كبيره جدا لدرجه اني انا كنت هموت نفسي بسبب يعني اختطف حقنا ورميت في الشارع وانا ما قلعتش اقتل ولادي وحق ابويا خده. في الشارع؟ وما زلت رماني في الشارع بقول مش قادره اقتل ولادي وحق ابويا خدوا مني. ما يعرفش ربنا. ما يعرفش ربنا ابدا. فانا بقول للاستاذه ايه اللي عند حضرتك دي والله بشكرها ان هي يعني وحضرتك برضه بشكر حضرتك. ربنا ان حلو. الموضوع اكبر من كده بكتير على فكره، الموضوع مش في حلقه بس. الموضوع عايز حلقات كتير. لا اكيد مش هيخلص في حلقه واحده. والله هختصر لاني انا مش هينفع اتكلم فيها في وقت قصير. فايه ده؟ اتفضلي. سامع حضرتك. كان حقي ظلمني ظلمني ومعيشني عيشة كفر. ده اللي انا كنت مش لاقي اكل نفسي واكل اولادي وحق ابويا. زوجني واحد يعني مش قادره اقول لك اكبر مني وعيشني عيشه يعني صعبه قوي 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 قوي. ده اللي انا حاولت الانتحار كذا مره. فبقول ما بقاش فيه اخوات يا جماعه، والله ما في رحمه. ما بقاش عندنا رحمه. عشان كده ربنا اللي احنا فيه ده والمرض اللي احنا فيه ده ربنا بيوري الناس بس للاسف ما بيتعظوش. ما فيش التعاظ ابدا. الاخ الكبير لما الاب يوصيه على اخواته البنات لا بيعزم بيعمل الوصيه، ده بيدوس عليهم اكتر بيموتهم اكتر. الاستاذه بتتكلم ده بتقول الام ثاني حبيبتي الام. الام بتبقى عارفه بس من حبها لاخوها لمست حته كده خلتني انهارت على فكره. الام عشان خاطر ابنها الكبير بتحبه قوي فبتدوس على الكل. ليه؟ فين الرحمه؟ ده احنا اخوات كلنا من اب وام واحد على فكره. نفس الاب ونفس الام. انا عشته مش هتصدق والله.
احكي يا ام يوسف سامعيني. شتات انبات عليا كتير قوي 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 عشان خاطر اسلوب يعني يخلي مراته في النهار تاخد وتجي لها حاله نفسيه وتمشي على المنوم. هذا الاخ الاخ المفروض الاب قال له انت بدالي انت بدالي اعملي في الشارع وانا ما عنديش مين مفيش دخل بلا دخل دول ربنا وقف معايا. كنت بجيب العيش المعفن ده واكله انا وولادي وهو مبسوط جدا على الفكره وما كان لسه بياكل مازال والله لسه بياكل لحد النهارده. واحنا مش قادرين نعمل حاجه ولا انا عن نفسي قادره اعرف اعمل حاجه مع حاجه. ليه؟ عشان طيله الرحم عشان طيله الرحم حضرتك. بس هو ما يعرفش ربنا ابدا ابدا. بس انا بقول يا رب فبقول لكل اخ بلاش كده انت اخدت فلوس انت مش كسبت فلوس والله بس انت ان انت احنا اخوات احنا اخوات يعني دم واحد وروح واحده وربنا وصاك لما الارض يوصيك على اخواتك البنات ليه تبهدلهم كده؟ ليه يا استاذ محمد؟ ليه؟ طمع يا موسى. لا مش طمع وبس طمع وجشع وذل يا استاذه ايه عنده كتير قوي عنده كتير هو ما بيشبعش يعني اللي زي كده ما بيشبعش. بس انا هقول لك على حاجه هو اليوم اللي هو صدقيني هيقع فيه انت ربنا هينصرك فيه. لا انا هقول لك على حاجه حبيبتي انت شوفي سنك صغنن كده بس ما شاء الله عليك يعني انا ربنا الحمد لله كرمني بعدها لقيت انا اتكسرت بس وقفت على رجلي وقومت وبقيت احسن منه اي نعم مش معايا اللي عنده بس الحمد لله راضيه ومبسوطه الحمد لله ولسه اكيد ربنا لسه هيكرمك اكتر. لا الحمد لله بوريكي بس بتتكلم عن مش قصه فلوس بس صدقيني قصه فين لا الـ الـ الرزق مش فلوس يا ام يوسف بس لا مش فلوس صحه واولاد صحه ممكن اولادك الفلوس دي ممكن هو يصرفها على محمد 20 سنه انا مش كبيره قوي على فكره 20 سنه وانا بظلم وقهر وفقر ومرض كل حاجه والاخ يجي يقول انا بعمل وبسوي يعني بيكره كمان يعني ايه بيتضايق يعني انا كمان بصي بدوس عليك بقول لك انا ببدي وبروح ادي الزيت بره. انت فاهمني يا استاذ محمد؟ فاهمني يا استاذ ايه؟ ايوه مش فاهمين. ده اكتر من كده بكتير انا كده بختصر على فكره. بختصر. اخ ما يعرفش ربنا ما عندوش رحمه. وساب امه مريضه على فكره وهي روحها فيه. ما اصل هو عمل هو عمل معاكوا كده اكيد هو طالما ملوش خير في اخواته اكيد مش هيكون في خير فيكوا في مامته نفسها. يعني هو عمل معاكوا انتوا كده وهي موجوده اكيد مش هيبقى في خير فيها. ده طبيعي وممكن تكونوا انتوا اللي شايلينها. ده اكيد مش طبعا يعني رغم من اللي حصل وانتوا اكيد اللي شايلينها وانتوا اكيد اللي حاسين بيها لان اكيد انت اللي حسيتي. خد عقار عندنا من البيت يعني خد حق يعني خدها خلاص كان الوالد كاتبها بالاسامي وخدها. الام قالت كلمه واحده قالت لي ما عمل يعمل ما تسيبنيش ما تسيبونيش يعني عشان هو خدها. ما ادريش يا استاذ محمد ويا استاذ ايه نقف في المحاكم عشان مين؟ عشان امنا. وعلى فكره هو مبسوط قوي ومش فلاح ولا حاجه يعني معلش بكلمكم في كوره. لا هو مش واحد معلش بالكلمه لا ده واحد ناضج وفاهم ومتعلم مش اخوك عنده اولاد ام يوسف؟ اه طبعا عنده. طيب عنده وهقول لحضرتك على حاجه اتفضل. انا كل يوم دعوتي ما بندهاش ابدا مش قصه فلوس والله يا استاذ محمد. والله يا ام يوسف انا هقول لحضرتك اللي هو عمله هيتعمل فيه في اولاده هو كما تدين تدان. اللي عمله في امه واولاده هيعملوه فيه هيعملوه في لو عنده بنت هيتعمل فيها من اخواتها لو هم اولاد هيتعمل فيها ده اكيد. معلش يا موسف اشكر حضرتك عشان وقت حلقتنا خلاص انتهى. كده انتهت حلقتنا النهارده. استنونا الاسبوع الجاي وفضفضه جديده من برنامجكم فضفضه.